السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم متنوع في افكار وفيه شارك معكم فيه واحد المنظمات اللي خديتها من اكسيون، وكذلك نشارك معكم واحد الحلوى او واحد تشيز كيك او الكيزا كوخن اللي تجي لذيذه بزاف، مكونات بسيطه وكذلك بدون ارض يعني بدون عجين. كما تشوفوا معايا تحت طلب واحد مجموعة ديال الناس بغاو يسولوني على كي منين تناخذ هذا الهفف لوكن او هذا الخرطال. خليكم معايا في هذا الفيديو وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا غنخلط نوعين ديال الحبوب. هنا عندي النوع الاولاني اللي في الباكيه الاولى الخرطال فقط يعني بوحدو، وهنا في الثانيه كما تشوفوا معايا اربع انواع ديال الحبوب يعني رقائق ديال الحبوب. عندي هنا الشعير وعندي القمح وعندي الخرطال وعندي الرز. في حقيقه مغذيين بزاف هذا النوع التاني انه مخلط، ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش سوء الهضم او اللي ما عندهمش يعني مشاكل ديال البروتين يقدروا يستعملوا هذا الباكون الثاني. انا تنخلطهم بجوج يعني باش نقدر نعلي من القيمه الغذائيه ديال داك الحساء اللي تنصيبو مثلا في الفطور اولا في العشاء. تيجي مذاقهم لذيذ بزاف حقيقه، خصوصا ملي كدير فيهم هكا شويه الحليب وشويه الزبده. تدير فقط الملح والبزار في هذا الحسو اللي غتشوفوا معايا، وكندير في الاخير الزبده باش كتلذذ الحليب والزبده يعني. دونك هذا هو اللي تنستعمل تقريبا في هذه الطريقه ديال الاعداد ديال هذا الحساء. هذا هادو هما المنظمات اللي بغيت نشارك معكم، خديتهم من عند اكسيون. الثمن ديال كل وحده كيديروا 2.59 أورو. شكلهم زوين زوين بزاف، عمليين ما كياخذوش لك واحد المساحه كبيره. خديتهم في حقيقه وما ترددتش، خديت اربعه ومازال ان شاء الله غنزيد منهم جوج، لانهم الاستعمال ديالهم كيف ما قلت براتيك عمليين، والمنظر ديالهم او الشكل ديالهم تيجي زوين. كما تشوفوا هذا اللون الكري تيجي زوين بزاف مع الموبل اللي عندي في الكوزينه ومع الالوان اللي عندي في الكوزينه تيتماشى معها زوين. انا ما هي الاستعمال ديالهم الدوش الحمام او الكوزينه، ولكن انا استعملتهم للكوزينه لاني يعني محتاجاهم، يعني ما عنديش منظمات بحال الشكل. كانت عندي وحده بواحد اللون وكان شكلها كبير الوغ ما جاتنيش زوينه، دونك استعملتها لاستعمال اخر وخديت هادو للكوزينه. كما غتشوفوا معايا بقاو باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنوظف انا هاد المنظمات وكيفاش يعني كيفاش غيكون الشكل النهائي ديالهم. هادو هما المنظمات اللي بغيت نشارك معكم، خديتهم من عند اكسيون. الثمن ديال كل وحده كيديروا 2.59 أورو. شكلهم زوين زوين بزاف، عمليين ما كياخذوش لك واحد المساحه كبيره. خديتهم في حقيقه وما ترددتش، خديت اربعه ومازال ان شاء الله غنزيد منهم جوج، لانهم الاستعمال ديالهم كيف ما قلت براتيك عمليين، والمنظر ديالهم او الشكل ديالهم تيجي زوين. كما تشوفوا هذا اللون الكري تيجي زوين بزاف مع الموبل اللي عندي في الكوزينه ومع الالوان اللي عندي في الكوزينه تيتماشى معها زوين. انا ما هي الاستعمال ديالهم الدوش الحمام او الكوزينه، ولكن انا استعملتهم للكوزينه لاني يعني محتاجاهم، يعني ما عنديش منظمات بهذا الشكل. كانت عندي وحده بواحد اللون وكان شكلها كبير الوغ ما جاتنيش زوينه، دونك استعملتها لاستعمال اخر وخديت هادو للكوزينه. كما غتشوفوا معايا بقاو باش تشوفوا الطريقه كيفاش غنوظف انا هاد المنظمات to my hand.
نزيدو عليه الزبده وبعض البيضات، وغنزيدو عليهم تقريبا واحد 125 غرام ديال الزبده مذابه، وغنزيدو تقريبا 300 غرام ديال السكر حبيبات. غنحركو هاد العناصر مع بعضياتهم. بعد غنزيدو هنا تقريبا واحد 100 غرام ديال السميده رقيقه، وغنزيدو فانيل السكر، غنزيدو هنايا فانيل السكر تقريبا جوج، حركوا هادو تاهما شويه مع بعض. ومن بعد غنزيدو هاد الكبارك اولا هاد الجبن، تقريبا هنا عندنا كيلو. بعد ما كنخرجوها من الفرن تندخلوها للثلاجه تقريبا واحد 4 السوايع المينيموم كتكون واجده، وتقدروا تخليوها اكثر لان فيها الجبن، والجبن تيبغي ياخذ وقت باش يبرد. من بعد كنديكوريوها بهكا بواحد رش خفيف من السكر الثقيل او السكر كلاسي، وتقدروا تستغناو عليه تخليوها هكا بسيطه يعني سامبل، كيبقى الاختيار تيرجع ليكم. وكنتمنى الحلوه ديال اليوم اولا الكيزا كوخن اولا تشيز كيك تعجبكم وتجربوها، تجي لذيذه لذيذه بزاف. نخليكم بألف ألف خير، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.